السلام عليكم خوتي وخواتاتي، تبارك الله عليكم. واش مبروكة، ونتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. قناة البسطة طاجينكم تحييكم وتتمنى لكم رمضان كريم. تتواجد معنا في اللحظة، في هذه اللحظة، السي الفائز بمسابقة بسطة طاجينكم الحلقة الأولى، الفائز السي محمد اليوسفي بعينه ولحمه ودمه ما شاء الله، تيتواجد معنا مباشرة. شكرا. واللي غادي ان شاء الله غادي يتوصل بالجائزة ديالو، الجائزة ديالو في مسابقة بسطة طاجينكم. المسابقة كانت واحد الطبق، واحد الوليمة كان وجدها بسطاف في واحد المدينة معينة من الديار السويسرية، كانت الجواب هو مدينة مونترو. كنتم ما شاء الله كثر أنكم جاوبتوا وكان الجواب ديالكم صحيح، وبشفافية وبنزهة بسطاف دار القرعة، وما شاء الله الحظ طلع السي محمد اليوسفي وكان هو الفائز بهذه المسابقة، وبقيمة مالية قدروها 200 درهم. بالصحة عليه وبراحته، 200 درهم غادي توصل بها السي محمد اليوسفي مباشرة من مدينة أزرو. هذه الأجواء الجميلة والرمضانية والكريمة، ما شاء الله. السي محمد اليوسفي مبروك عليك. شكرا، الله يبارك فيك خويا مصطفى. واحد الكلمة. السلام عليكم مشاهدين قناة بسطة طاجينكم. من هذا المنبر هذا كنشكروا جزيل الشكر على هذه القسيمة، هذه وكنقول لكم رمضان مبارك، مبارك سعيد، وكنتمنى لهذه القناة هذه مسيرة موفقة ان شاء الله يا ربي هذا الشهر المبارك، وكنتمنى من المشاهدين ديال هذه القناه هذه يكثروا ان شاء الله ويكثروا من المشاركه، واللي ما مابونيش يدخل يتابونا ويحرك ذاك الجرس ويعمل اللايك. وشكرا لكم وعواشركم مبروكه اخواني، وشكرا للسي مصطفى والقناه الاسم ديالها بسطة طاجينكم، كنت كتحييكم ومرحبا بكم، حتى حنا راه اخ او صديق وقناة في المستوى، والمحتوى ديالها راك سميتو كيشتو، راه مستوى لائق بالجميع، بالكبير بالصغير بالعائلة بكل شيء. وشكرا سي مصطفى وبارك الله فيك على المبادرة، وشاركوا في المشاركة ان شاء الله، كثروا من المشاركة، وكي قلت لكم عواشركم مبروكة. وشكرا سي مصطفى. سي محمد يوسفي شكرا على هذه الكلمة الطيبة في حق القناة وحق المشاهدين وحق الله. شكرا بزاف، وتنحيوك وها الأمانة ديالك السي بارك الله فيك. شكرا خويا، وتنتمنى لك ان شاء الله ان شاء الله مسيرة حتى انت موفقة ان شاء الله، الله يدخل عليك هذا رمضان المبارك ان شاء الله بالصحة والسلامة وطول العمر. شكرا خويا. قناة بسطة طاجينكم تحييكم وتتمنى لكم رمضان كريم، وكل عام وأنتم بألف خير. أمين. العز والنصر. شكرا.